دم الأخوين أو الخزم نادرة الوجود وسر الطبيعة في الكون، هكذا عرف عنها. تعتبر شجرة الخزم من الأشجار النادرة التي عرفها الإنسان منذ القدم، رغم استخداماتها البسيطة للإنسان. شجرة الخزم أو تعرف بدم الأخوين تم اكتشافها من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالتعاون مع بعض المزارعين، وهي شجرة معمرة يعني أعمارها فوق 50 سنة تقريبا. القليل من شجرة الخزم يتواجد في سلسلة المرتفعات الجبلية في الفترة الحالية، لتشكل إعادة استزراعها فرصة أخرى لبقائها من خلال الأبحاث والدراسات. هذه الشجرة من زمن قديم كانت تستخدم عند البادية يوم عدم الخدمات والحاجة، يأخذون السعف حقها ويبرمون حبا، يرحلون على الألبل ويصنعون تجريز الأخشاب. والشيء الثاني يجي فيها فروع خشب عدل، يأخذونه أهل المناحل يقصونه ويجلونه ويحملونه في الضلعان علشان الشجرة خفيفة هذا كالكرتون بخفتها، ويجيبون المناحل فيها. هذا اللي أنا أعرف عنه. وجود مثل هذه الأشجار النادرة تعتبر فرصة مميزة للجهات المختصة لدراستها بشكل أفضل وأوسع. لقناة الإخبارية، ظافر الخثعمي، الطائف.